قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. يا هلا والله، إن شاء الله بشر بشر. هذه؟ طيب إن شاء الله. هذه الله يسلمك، طلعت لنا الثمانية. لو سمحت بالله يستعجل لي مشغول. إن شاء الله دقيقتين بس. خلاص كنسلناها. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. طلعت لك 100 ريال. اوكي شكرا لك، الله يسعدك. يا اهلا. بالعافيه، زرنا مره ثانيه. السلام. وعليكم السلام. كسلناه وين المحمول؟ يا ولدي يا مروان، سمي جدي. عد لي علب الورد كم؟ ان شاء الله 5 علب يا جدي. عديتها تحت معها؟ اي 1 2 3 4 5. يا ولدي تحت نعناع، الله يصلحك. نعناع؟ معليش يا جدي، اسف. وش فيك اليوم؟ لا جدي ما في شيء، بس انت تعرف اليوم زحمه بشكل مو طبيعي، وفي مليون واحد جو المحل، ما ادري الحق مع هذا ولا مع هذا. اللهم لك الحمد، هذا رزق من الله يا ولدي. اي والله رزق من الله. لو سمحت اخوي، لو سمحت اخوي، هذا الغرض موجود عندي زايد وابي ارجعه. البسكوت يا ولدي ما حسبته؟ لا ما حسبته يا ابوي، اتوقع اني ناسينه. أسألك سؤال واحد، هذا السعر مرة عالي، ليش ما خذيته؟ ليش آخذه؟ هذا الغلط ما هو بغرضي وأرجعه. طيب ترى ما كان في أي دليل إنه معك، ليش ما خذيته؟ بسأل. لا حرام، هذا ما يصلح، أنا خاف الله سبحانه وتعالى، وأنت إذا ما شفتني الله سبحانه وتعالى يشوفني. تفضل. جزاك الله خير. الله يعطيك العافية. فيك جدي، هذا البسكوت الناقص. يا ولدي دور بي درج وحط شفر، اظن بالجهه هذه. شكله هذاك، بروح اخذ. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للاطفال، لا تنسى الاشتراك في القناه والاعجاب بالمقطع.